السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي، فقدنا قبل أسابيع صاحب القلب الكبير، القائد، الوالد، المعلم، الحكيم، العزيز على قلب الصغير قبل الكبير. وتقبلنا رحيله بقلوب صابرة مؤمنة بقضاء الله وقدره. نسأل الله له الرحمة والمغفرة. الشيخ خليفة رحمه الله رافق المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في كل مراحل دولة الإمارات، وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة، وأدى رسالته تجاه شعبه، وترك إرثا خالدا من العطاء لشعوب المنطقة والعالم. واليوم ونحن نرى وطننا بين دول العالم كما أراده زايد والمؤسسون رحمهم الله جميعا، من مكانة عالية ودولة قوية ومتطورة. نحمد الله على هذه النعمة أولا وثانيا، ومستمرون بإذن الله على نهجهم وحكمتهم ورؤيتهم، ونستلهم منهم الدروس والعبر في القيادة والإرادة. وسيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءا أساسيا من خططنا لأجل المستقبل. وأشكر إخواني وسندي وعوني أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد الذين حملوني مسؤولية عظيمة، أدعو الله تعالى أن يعينني على حملها. وسيكون التعاون بيننا وتآلف قلوبنا والتفاف شعبنا حول قيادته كما كان على الدوام مصدر قوتنا وعزة دولتنا.